ما نأمله انه يقدر يمشي برضه في الطريق لحد ما نقول له احنا بقى، مش هو اللي يقول كفاية يا حسن اللي انت اديته للرياضة والمصر وللنادي بتاعك نادي الزمالك العزيز. فما نأمله وما نرجوه نقول لحسن خليك مثل وخليك نموذج للناس المخلصة الآمنة بالرسالة بتاعتها اللي تقدر تأدي الواجب بتاعها كما يجب عشان تبقى نموذج صادق للشباب وللبراعم وللناشئين وللأمل المنشود في الرياضة وفي الرياضيين.